الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تستمر والتحديات هنا على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة خامس أشواطنا بمجموع الأشواط. أتمنى التوفيق لكل الأسماء ولكل الشعارات. هجني أصحاب السمو والشيوخ الحاضرة على أرضية هذا الميدان والمنطلقة. تقدم مباشرة إلى المراكز الأولى، تقدم مع المركز الأول ومع هجن العاصفة على المركز الأول ومع الشاهينية بمتابعة غياث الهلالي من يأتي ويقدم الشاهينية على المركز الأول. أفراع المركز الثاني لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع من يأتي ويقدم أفراع المركز الثاني. النقلة للمركز الثالث، وأتابع في ثالث المراكز الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. النقلة للمركز الرابع، وأتابع المركز الرابع الانطلاق من الشاهينية ومن هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. النقلة للمركز الخامس، تتقدم عالية القادمة عالية لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن رادة المكتوم مسري بن سالم بالعرطي من يتابع انطلاقة عالية على المركز الخامس. سادس مراكزنا تاتي الشاهينية تتقدم بشعار هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي ومباشرة إلى المركز السابع، وتابع الشاهينية القادمة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبيد بن محمد بن ضبيعة الاكتبي من يتابع انطلاقة الشاهينية على المركز السابع. هكذا هي النتيجة، هكذا النداء الأول لهذه الأسماء المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، بدأنا نغادر لوحة الثلاثة كيلومترات ولنا عودة مع البداية، لنا عودة مع أفراح، أفراح اللي غيرت، أفراح اللي تقدمت على المركز الأول في الكادر العلوي. ها هي أفراح لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها ويتابع في هذا المسار. طارش بن مبارك بالقوبع هنا يأتي مضمر الشرق الأوسط ببطي متابعا لانطلاقة أفراح على المركز الأول. من الجانب الآخر تأتي الشاهينية من هجن العاصفة قادمة بمتابعة غياث الهلالي. النقلة للمركز الثالث، تتقدم كذلك الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. تابع وراقب ما شاء الله هجوم متميز من الشعار الملكي في هذه اللحظات. وصول من الشاهينية كذلك على المركز الرابع من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول من الشاهينية ومن هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الخامس، المركز السادس، عالية القادمة عالية لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطية يقدم عالية. غادرنا لوحة الثنين كيلو متر، وتابع الأسماء القادمة الشاهينية قادمة كذلك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع بيد بن محمد بن ضبيعة الاكتبي من يقدم الشاهينية وانطلاقة الشاهينية على سابع المراكز. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة مع انطلاقاتنا وتحدياتنا ومسار شوطنا الخامس الذي يحمل هذه النجومية، يحمل هذا التحدي الصباحي ما بين هجن أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة على أرضية هذا الميدان باختلاف المضمرين. عود
عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المراكز الأولى، إلى الرباعية، إلى الرباعية، إلى هجن العاصفة اللي غيرت هجن العاصفة على المركز الأول وعلى الصدارة، بمتابعة غياث الهلالي يبحث عن النقطة الخامسة له في هذا الصباح في هذا المعترك، معترك سن الكبار، معترك الثنايا. ما شاء الله تبارك الله، اتجاهنا سليم يا غياث الهلالي إلى المقصورة الرئيسية، إلى خط النهاية، وبنقول خلاص وصلنا إلى لوحة الإعلان، الكيلومتر الأخير، هجن العاصفة على المركز الأول، هجن العاصفة على المركز الثاني، تقدم الشاهينية والشاهينية بمتابعة غياث الهلالي. ما شاء الله المركز الثالث، تأتي أفراح، تتقدم أفراح في هذه اللحظات لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع، مبطي هنا ياتي ويقدم أفراح والشاهينية وهجن العاصفة. بدأت في هذه اللحظات تدفع بالشاهينية الثالثة لتتقدم على المركز الرابع، مسيرها إلى المركز الثالث، تحمل لواء هجن العاصفة ويتابعها غياث الهلالي. هكذا هي الأسماء المتقدمة والحاضرة، وبدأ الكل يقترب، يقترب من المقصورة الرئيسية وهجن العاصفة. كعادة هذا الشعار، كعادة غياث يقدم، يقدم هذه النوعيات من هجن العاصفة، هجن العاصفة والنقطة الخامسة، هجن العاصفة والتحدي الخامس يأتي في حضور، في حضور هجن العاصفة، في حضور هذا الشعار الغالي. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا والناموس لغياث الهلالي، من تابع ومن راقب انطلاقات هجن العاصفة. المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة، المركز الثاني، المركز الثالث أفراح لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد المكتوم، والمركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة، والمركز الخامس اللي وصلتنا عالية لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود في هذه اللحظات مع التوقيت الزمني ولحظات وصول هجن العاصفة خاطفة خامس النقاط وخامس أشواطنا، 7:55، 3 أجزاء من الثانية، وتوقيت الشاهينية من هجن العاصفة. شكرا غياث الهلالي. المركز الثاني 7:56، 1 من الثانية، شاهينية من هجن العاصفة. تهانينا وناموس كذلك لغياث الهلالي، من تابع انطلاقة الشاهينية على المركز الثاني. المركز الثالث أفراح 7:57، 2 من الثانية، تهانينا وناموس لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، وتهانينا والناموس لطارش بن مبارك بالقوبع. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس للجميع.